أيها الإخوة الأعزاء، في البداية أعتذر في أنني يعني أقدم نفسي محاضرا بديلا عن الأستاذ الدكتور نور الدين عتر، لذلك إن شاء الله تعالى سأحاول أن أقدم شيئا في إطار ما يمكن أن يكون بديلا صالحا إن شاء الله. موضوعنا كما تعرفون هو العام ودلالته عند الحنفية، وللدخول في الحديث عن هذا الموضوع لا بد من مقدمة عامة تمثل الإطار الذي جاء منه هذا الموضوع، إذ أن هذا الموضوع هو واحد من منهجية كاملة عند الحنفية، مثلت خطة وطريقة استقل بها الحنفية عن المتكلمين أو عن الجمهور فيما يتعلق بأصول الفقه عموما وبدلالات الألفاظ خصوصا. لهذا عندما نريد أن نتحدث، شكرا، خلص رجعت. طيب، لذلك عندما نريد أن نتحدث عن العام ودلالته عند الحنفية لا بد أن نأتي بمقدمة قصيرة عن منهج الحنفية في الدلالات بشكل عام، ثم ندخل في هذا الموضوع. وسأحاول بإذن الله تعالى أن أتقيد بالوقت وأن أقدم لكم في إطار الوقت ما يمكن تقديمه. وقد طلب مني في هذه الورقة أن أقول لكم شيئا عن نفسي باختصار على سبيل التعريف. اسمي عبد المجيد محمد السوسوة الشرفي من اليمن، أعمل مدرسا بجامعة الشارقة، أستاذا للفقه وأصوله في كلية الشريعة والدراسات الإسلامية، ودرست في جمهورية مصر جامعة القاهرة وتخرجت منها عام 92، وتخصصي الدقيق هو في علم أصول الفقه. هذه نبذة مختصرة. إذن نعود إلى موضوعنا، وكما اتفقنا نبدأ بالحديث عن منهجية الأحناف بشكل عام فيما يتعلق بالدلالات. الحنفية لهم منهجية في الدلالات تميزت عن الجمهور، فالتقت معهم أحياناً واختلفت معهم في أحيان أخرى، وكان الاختلاف أحيانا اختلاف لفظي والنتيجة واحدة، وكان أحيانا الاختلاف له أثر وثمار فقهية. ولكي نتحدث عن هذه عن مواطن الاتفاق والاختلاف بشكل عام، أريد أن أقول لكم أن الحديث عن محاور الدلالات يتركز في أربعة أمور. هناك قواعد تتحدث عن دلالة اللفظ من حيث معناه عام خاص مشترك، وهناك قواعد تتحدث عن مدى استعمال اللفظ في معناه الذي وضع له فيكون حقيقي أو في غير ما وضع له فيكون مجازي، وهناك قواعد تتحدث عن مدى وضوح دلالة اللفظ على معناه، هل هو هذا المعنى الذي تضمنه اللفظ واضح الدلالة فيكون إما ظاهر وإما نص، إما مفسر وإما محكم بناء على منهج الحنفية، وإما أن يكون غير واضح فيكون خفي، والخفي أنواع. ثم يأتي بعد ذلك المحور الرابع ويتحدث عن طرق الدلالات، الطرق التي يسلك العلماء من خلالها الطرق. لا قبل التعريف، هذا بسرعة، هذا لابد مدخل. إذن المحاور التي تدور حولها دلالات الألفاظ، منهجية الدلالات والتي تمثل طرق استنباط الأحكام وفهم معاني الألفاظ تدور حول هذه الأربع المحاور. فبالنسبة للمحور الأول وهو دلالة اللفظ على معناه، قلنا أن فيه
البحث عن دلالة اللفظ على معناه من حيث العموم والخصوص والاشتراك. فيما يتعلق بالخاص لا خلاف بين الحنفية والمتكلمين أو الجمهور. فيما يتعلق بالمشترك أو الاشتراك لا يوجد خلاف بينهم. فيما يتعلق بالعام فيه مواطن خلاف وفيه مواطن اتفاق، سنفصلها عندما ندخل في الحديث عن العام. أما في المحور الثاني وهو القواعد التي تتحدث عن مدى استعمال اللفظ في معناه الحقيقي الأصلي أو في معناه المجازي، فهي كذلك لا خلاف فيها بين الجمهور والحنفية، هم يلتقون فيها وإن وجد اختلافات فرعية بسيطة. أما المحور الثالث وهو القواعد التي تبين هل اللفظ في دلالته على معناه كان واضحا أم كان خفيا، ففيها يتجلى فوارق كبيرة بين الحنفية وبين الجمهور من حيث التقسيم ومن حيث الأثر. ففي درجات الوضوح الحنفية يقسمون درجات الوضوح إلى أربعة أقسام: ظاهر ونص، مفسر ومحكم، بينما المتكلمين يقسمونها إلى قسمين فيقولون ظاهر ونص، ثم يقسمون ثم داخل هذين القسمين شيء من التقسيمات. وفي ما يتعلق بدرجات الخفاء في وضوح الدلالة يقسمها الحنفية إلى أربعة أقسام أو أربع درجات، يقولون الخفي ثم المشكل ثم المجمل ثم المتشابه، بينما الجمهور يقسمونها إلى قسمين فقط فيقولون المجمل وهو يساوي الخفي والمشكل والمجمل عند الحنفية، والمتشابه وهو نفسه المتشابه عند الجمهور. هذا بشكل عام. يعني يبقى معنا المحور الرابع وهو الطرق التي يسلكها العلماء لاستخراج المعنى من النص. هناك على تقسيم الحنفية أربع طرق. الطريقة الأولى دلالة العبارة، أخذ المعنى من العبارة مباشرة. الطريقة الثانية دلالة الإشارة. الطريقة الثالثة دلالة النص أو دلالة الدلالة. الطريقة الرابعة دلالة الاقتضاء. بينما تقسيم المتكلمين أخذ تقسيما آخر ونحى منحى آخر، ولكنه يبقى في الأخير اختلاف اللفظي لأنه يلتقي مع الحنفية في النتيجة. فالمتكلمين عندما قسموا الطرق التي تسلك للوصول إلى المعنى من اللفظ قالوا إن اللفظ له منطوق وله مفهوم، فهو يؤخذ المعنى إما من منطوقه وإما من مفهومه. ثم المنطوق قسموا دلالته إلى قسمين، منطوق صريح ومنطوق غير صريح، والمفهوم قسموه إلى قسمين، مفهوم موافقة ومفهوم مخالفة. فإذا ما جئنا الحنفية وسألناهم ما رأيكم في تقسيم الجمهور، قالوا نقبل منهم ونلتقي معهم في هذا التقسيم وإن اختلفنا في المصطلحات إلا فيما يتعلق بمفهوم المخالفة فلا يأخذ به الحنفية، وهو فيه تفصيل. إذن هذه كلها مقدمة شرحت لكم فيها لمحة عن طرق الدلالات أو مباحث الدلالات بين المتكلمين والحنفية، وفيها تفصيل كثير. ونأخذ من بين كل هذه الطرق وكل هذه القواعد نأخذ من بينها ما يتعلق بالعام ودلالته، ففي الاختلاف فيه له أثر كبير وليس مجرد اختلاف لفظي. نبدأ أولا مثلا بتعريف العام، لن يختلفوا فهم ملتقون. فالعام في اللغة يعني الشامل، فتقول عمهم الخير يعني شملهم. وفي الاصطلاح العام هو لفظ وضع للدلالة على استغراق جميع ما يصلح له لفظ وضع لاستغراق جميع ما يصلح له بوضع واحد. لفظ ممكن تقول يستغرق جميع ما يصلح له بوضع واحد، وهنا
يجب أن نتنبه إلى الفارق بينه وبين الخاص. الخاص لفظ وضع لمعنى محدد، تقول رجل مثلا، بينما العام لفظ وضع ليستغرق جميع ما يسع له في آن واحد، فتقول الرجال مثلا، السارق والسارقة، يتناول جميع السرق مثلا. بينما اللفظ المشترك يظل متردد بين العام وبين الخاص، فهو أشبه بالعام في كونه يتناول أفراد كثيرين، ولكنه أشبه بالخاص في أنه لا يتناولهم مرة واحدة الكثيرين، وإنما يأخذ منهم واحدا واحدا. يعني هو يبدأ يتناول معنيين فأكثر، يتناول كثيرين. مثلا كلمة العين لها معاني كثيرة، فتكون العين بمعنى الجارحة، العين بمعنى عين الماء، العين بمعنى عين الجاسوس، العين بمعنى الذهب، تتناول كل هذه المعاني. لكنك في الأخير إذا نطقت بها فأنت لا تقصد إلا واحد من بين هذه المعاني فقط على سبيل البدل من خلال القرينة. فهو أشبه بالعام وأشبه بالخاص، وسمي مشترك لأنه يشترك بينهما، أو سمي مشترك لأنه مشترك بين عدة معاني وفي الأخير يرسو على واحدة منها. والفرق بين العام والمطلق أن العام يتناول كثيرين، يتناول ويستغرق جميع ما يصلح له مرة واحدة، فتقول مثلا رأيت الرجال، فكأنك استغرقت بهذا المعنى جميع الرجال. بينما إذا قلت رأيت رجلا، فأنت هنا تقصد فردا، ولكنه فرد شائع في جنسه، مطلق هو واحد بس ولكنه شائع في جنسه، بمعنى أنه غير محدد حتى يدخل عليه القيد. إذن ما الفرق بين العام والمطلق؟ العام عمومه شمولي، يشمل كل أفراده، والمطلق عمومه بدلي، بمعنى أنه يتناول واحد ولكن هذا الواحد شائع، فقد يكون هذا وقد يكون هذا وقد يكون هذا، فهو عام في من حيث النظرة العامة، ولكنه لا يستقر إلا على واحد فقط، فعمومه بدلي. ألفاظ العموم سأقولها باختصار لكي ندخل في ما المطلوب هو هداية العام. ألفاظ العموم تتمحور في ثمانية أمور، وأحيان يوصلونها إلى 9 و10، أشهرها كل وجميع، كل نفس ذائقة الموت مثلا، جميع هي أشبه بها، هذا اللفظ الأول. اللفظ الثاني كلمة الجمع، أو لفظ الجمع المعرف بأل المفيدة للاستغراق، فمثلا في قوله تعالى والمطلقات يتربصن بأنفسهن 3 قروء، فهنا المطلقات جمع معرف بالألف واللام التي تفيد الاستغراق للجنس. وقد يكون الجمع معرف بالإضافة، مثلا في قوله تعالى وأمهاتكم، فأمهات هنا لفظ جمع عرف بإضافته إلى الضمير فيكون عام. أيضا من ألفاظ العموم الجمع المفرد المعرف بأل للاستغراق، مثل الإنسان، إن الإنسان لفي خسر، أو المعرف بالإضافة مثل وإن تعدوا نعمة الله، فنعمة عرف بإضافة إلى الله عز وجل، فهو لفظ يفيد العموم. أيضا أسماء الشرط مثل من وما، وأسماء الاستفهام، الشرط وأسماء الاستفهام، وهي نفسها لكن تختلف حسب اختلاف موقعها في الجملة، وهي من وما. أيضا من ألفاظ العموم النكرة الواقعة في سياق النفي أو النهي أو الشرط، أمثلة على هذا، النكرة الواقعة في سياق النهي ولا تصلي على أحد منهم، فأحد هنا لفظ نكرة وهو مفرد، لكنه جاء في سياق جملة منهية فأفاد العموم. وقد يكون للنهي مثلا، للنفي مثلا، لم يدخل الفصل أحد مثلا، فأحد هنا أيضا تفيد العموم باعتبار أنها نكرة جاءت في سياق جملة منفية. أيضا النكرة لو جاءت في سياق جملة شرطية مثل وإن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، ففاسق هنا لفظ مفرد ولكنه في جملة شرطية فأفاد العموم. الأسماء الموصولة الذين إلى والذي والذين إلى آخر الأسماء الموصولة،
هذه عموما ألفاظ العموم. طيب ماذا يثبت باللفظ العام؟ نقول يثبت به تناوله لجميع أفراده واستغراقه لجميع أفراده في حكمه عليهم بنفس اللفظ. هذا محل اتفاق موقف العلماء من دلالة العام بشكل عام. نقول اتفق العلماء على أن العام يثبت به استغراقه وحكمه على جميع ما تناوله، لم يختلف العلماء في هذه، لا حنفية ولا جمهور. بالنسبة لتخصيص العام فيه اتفاق بين الحنفية مع الجمهور في بعض النقاط وفي اختلاف. في اتفاق في أن التخصيص معناه إخراج بعض أفراد العام من حكم العام، أو تقول قصر العام على بعض أفراده، لكن الخلاف بين الجمهور والحنفية في شروط التخصيص. فالجمهور لا يشترطون شيئا في التخصيص، يقولون إذا جاء لفظ خاص ولفظ عام فإن الخاص يخصص العام وخلاص وانتهوا. مثلا آية قرآنية عامة وحديث نبوي ولو كان أحاديا خاص، فإنه عند الجمهور الحديث يخصص عام القرآن، وسوف نأتي بأمثلة. بينما الحنفية يشترطون للتخصيص شرطين. الشرط الأول أن يكون المخصص مستقل. ما معنى مستقل؟ يعني يكون نصا مكتمل المعنى، لا يكون جزء من الكلام العام. فمثلا في قوله تعالى والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، في آية أخرى وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. انظروا أولات الأحمال نص مخصص لعموم المطلقات، مقبول هذا التخصيص عند الحنفية لكون هذا المخصص دليل كامل مستقل وهو مقبول عند الجمهور. لكن لو جاء المخصص ليس مستقل، كأن يكون استثناء، لو كان استثناء فإنه عند الحنفية لا يعتبر عند الحنفية الاستثناء تخصيصا. مثلا والعصر إن الإنسان في خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات، فكونه جاء بصيغة الاستثناء يسمونه قصرا ولا يسمونه تخصيصا. ما هي الفائدة يا حنفية؟ قالوا الفائدة أننا في التخصيص نتحدث به عندما يحدث تعارض، ولا يكون تعارض إلا بين نصين مستقلين في الدلالة. أما في حالة الاستثناء فما في تعارض، كله نص واحد، فهو يكشف الاستثناء عن مضمون النص بشكل عام، وبالتالي لا نسميه تخصيصا وإنما نسميه قصرا. في النتيجة الأمر واحد عند الحنفية وعند الجمهور، ولكن ذلك يسمون التخصيص بالاستثناء وبالشرط وبالصفة وبالغاية، يسمون هذه قصرا ولا يسمونها تخصيصا. فالحنفية يشترطون في المخصص أن يكون دليلا مستقلا، أي نصا كامل المعنى ليس جزءا من الكلام العام. ومن هنا حدث اختلاف بين الجمهور والحنفية فيما يتعلق بالمخصصات. فالجمهور يرون أن المخصصات قد تكون مستقلة مثل التخصيص بالحس أو بالعقل أو بالعرف أو بالنص، بينما الحنفية وأيضا يرى الجمهور أن التخصيص قد يكون بالمخصصات غير المستقلة مثل الاستثناء، الشرط، الصفة، الغاية، البدل. بينما الحنفية لا يرتضون في المخصص إلا أن يكون مستقلا، أي أن يكون دليلا من الحس أو العقل أو العرف أو النص، وفي داخله شيء من الخلاف. طبعا الوقت ضيق، ولهذا لا أستطيع أن أدخل بكم في وضع أمثلة للمخصصات وأنواعها، ولكن يكفي أن أشير إليها. ها؟ كيف؟ طيب الأنواع العام، ها منه ندخل إلى دلالة العام. أنواع العام ثلاثة، اثنان محل اتفاق في دلالتهما بين العلماء، والثالث محل اختلاف. أنواع العام: النوع الأول العام الذي أريد به العموم قطعا، يعني أن هذا العام جاء معه من القرائن والدلائل ما يؤكد أنه عام
بشكل قاطع لا يقبل أي تخصيص ولا يقبل أي احتمال غير دلالته، مثلاً في قوله تعالى والله بكل شيء عليم، هذا عام أريد به العم قطعة والله خالق كل شيء، هذا عام أريد به العم قطعة يعني لا يقبل أي احتمال، لا يقبل أي احتمال لخروجه من هذا العموم، لأنه جاءت الدلائل والقرائن تؤكده. هناك عام عكسه تماماً وهو العام الذي أريد به الخصوص قطعا، يعني أنه منذ أن جاء وهو لا يتناول جميع أفراده وإنما مقصود به بعض أفراده، مثلا ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، وفي قراءة أخرى حج البيت. هذه الآية ولله على الناس لا تتناول الناس بعمومهم صغيرهم وكبيرهم مستطيعهم وغير مستطيعهم، وإنما المقصود بالناس هنا المكلفين، فهو عام ولكنه مراد به الخصوص وهم المكلفون. وهكذا في الخطابات التي جاءت توجيها إلى المكلفين فإن وإن جاءت في صيغة العموم فإن المقصود بها المكلفين فقط، دلت على ذلك الدلائل والقرائن الكثيرة المأخوذة من مقاصد الشريعة ومفاهيمها العامة والخاصة. هذان لا خلاف بين العلماء في أنهما بهذا الشكل، دلالة العام الذي يريد به العم قطعة يدل على معنى دلالة قطعية، والعام الذي أريد به الخصوص قطعة يظل على دلالته قطعية، إنما سيحدث الخلاف في النوع الثالث وهو العام المطلق. ما المقصود به؟ العام المطلق هو العام الذي لم يصطحب معه، ليس معه قرينة تدل على أنه أريد به الخصوص أو أنه أريد به العموم، خلا من القرائن، فهذا يصلح للتخصيص، يصلح أن يأتي دليل آخر فيخصصه لأنه خلا من القرائن. طيب هذا العام الذي أريد بالخصوص قطعة هو على مرحلتين، المرحلة الأولى إذا حدث أن خصص بدليل قطعي فإنه يصلح بعد ذلك أن يخصص بأي دليل قطعي أو ظني. العام المطلق إذا خصص، إذا تم تخصيصه بدليل قطعي فإنه يصلح بعد ذلك تخصيصه بأي دليل قطعي أو ظني. مثلا في 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 هذا الأمر ما جاء في آية القتال في قوله تعالى وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة، هذه آية عامة، فبعد أن خصصت يعني بالأدلة التي يعني لا تجيز القتال في بعض المواطن، بعد ذلك جاز تخصيصها بالأدلة الظنية التي نهت عن قتل المرأة، يعني عن قتل المرأة، فهذا أيضا دليل وإن كان أحادي لكنه يخصص الدليل العام. أعود مرة ثانية لكي أوضح هذه النقطة، العام المطلق هو محل الخلاف، الجمهور يقولون إن دلالته على معنى ظنية. ما معنى ظنية؟ يعني أنه فيه احتمال في انطباقه على جميع أفراده، وبالتالي يقبل ما دام ذات ظنية يقبل التخصيص بأي دليل سواء كان الدليل قطعي أو كان الدليل ظني. بينما الحنفية يقولون إن العام المطلق إذا كان لم يسبق تخصيصه بدليل قطعي فإنه يظل قطعي الدلالة، أي أنه لا يجوز تخصيصه إلا بدليل قطعي في مستوى. ومن هنا نقول إن العام المطلق له مرحلتان، المرحلة الأولى في حالة إذا كان قد خصص العام الذي هو من القرآن ومن السنة، وكان يعني إذا كان قد خصص فإنه بعد ذلك يبقى دلالته ظنية عند الجميع، لم يختلفوا فيه بعد التخصيص، وإنما الخلاف في دلالته قبل أن يخصص، قبل أن يثبت تخصيصه بما هو في مستواه.
فالجمهور يقولون إن دلالته ظنية، ما في لا فرق، بينما الحنفية يتشددون في هذه النقطة. إذن انحصر الخلاف بين الحنفية وبين الجمهور في نقطة واحدة في دلالة العام، وهي العام المطلق الذي لم يتم تخصيصه بدليل في مستواه. ما دلالته؟ الحنفية يقولون دلالته قطعية، والجمهور يقولون دلالته ظنية. إذن هنا انحصر الخلاف. نريد أن نعرف ما هي أدلة الجمهور وما هي أدلة الحنفية على هذا الكلام. الجمهور يقولون إن دليلنا على أن العام دلالته ظنية دائما هو الاستقراء. هذا الذي شرحنا. الجمهور يقولون دليلنا هو الاستقراء. دليل الجمهور هو الاستقراء. ماذا يعني الاستقراء؟ قالوا لقد تتبع العلماء ألفاظ العموم الواردة في القرآن والسنة، وكاد الأمر أن يتم تماما على أنه ما من عام إلا وقد خصص، فدل هذا على أن العام دلالته ظنية، إذ أن أي عام فيه قابلية واحتمال للتخصيص. إذن دلالة العام على كل فرد من أفراده ليست قطعية وإنما هي ظنية. هذا دليل الجمهور الاستقراء. بينما دليل الحنفية أصل الوضع. قال الحنفية إن اللفظ وضع في أصله ليدل على معناه دلالة قطعية، مثل ما قلنا في الخاص دلالته قطعية لأن أصل وضعه كان هكذا، فكذلك العام دلالته على معناه ينبغي ويجب أن تكون قطعية بحسب أصل الوضع. فهم عادوا إلى أصل الوضع اللغوي، فقالوا الألفاظ توضع عادة لتدل على معناها دلالة قطعية، إذن كذلك العام يظل على معناه دلالة قطعية، وبالتالي تشددوا عند هذه النقطة. الجمهور ردوا عليهم وقالوا لهم إن العام نعم دلالته في الأصل تتناوج مع أفراده، ولكنه من خلال الاستقراء ثبت أن دلالته ليست قطعية، إذ أنه ما من عام إلا وقد خصص، فهذا دليل على أن العام دلالته ظنية ليست قطعية في تناوله لكل أفراده. ماذا ترتب على هذا الاختلاف في دلالة العام؟ ترتب عليها مسألتان. المسألة الأولى هي أن الجمهور قالوا بناء على قاعدتنا في أن العام دلالته ظنية في تناوله لأفراده، إذن يجوز أن يخصص عام القرآن أو السنة المتواترة بأي حديث أحادي صحيح أو قياس حتى، وسوف نأتي لذلك بمثال. بينما الحنفية قالوا لا يجوز أن يخصص عام القرآن أو السنة المتواترة إلا بما هو في مستواه، لأن القرآن والسنة المتواترة هما قطعية الثبوت وهما قطعية الدلالة، إذن لا يخصص إلا بما كان في مستواهما، وبالتالي رفضوا تخصيص عام القرآن أو السنة المتواترة بالحديث الأحادي أو القياس. كم باقي؟ كم؟ إذن باقي عندنا وقت الحمد لله، نخذ راحتنا نص ساعة. ممكن نأتي مثلا يعني بمثال في هذه المسألة. قبل أن نأتي بالمثال، على ماذا اعتمد الجمهور وعلى ماذا اعتمد الحنفية؟ ستجدون أن كل واحد منهما حاول أن يعود إلى الآثار المروية ليستند عليها في مذهبه في المسألة الأولى. ما هي المسألة الأولى؟ جواز تخصيص عام القرآن أو السنة المتواترة بالدليل الظني. ما على ماذا استندتم يا حنفية؟ قالوا أولا استندنا على القاعدة التي قلنا لكم،
ثانيا أكدوا استنادهم على ما روي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه عندما جاءت فاطمة بنت قيس وذكرت له الآية التي فيها يعني أمر الإنفاق والسكنى للمرأة المبتوتة يعني المطلقة طلاقا بائنا، فعمر بن الخطاب رضي الله عنه قال كيف نترك كتاب ربنا لقول امرأة؟ فالآية القرآنية تقول وأسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم، يعني الآية القرآنية تناولت أمر السكن ولم تتناول أمر الإنفاق، بينما هي تقول أن رسول الله جعلها النفقة والسكنة، فعمر لم يأخذ بهذا الحديث. فالحنفية قالوا هذا دليل على أن الحديث الآحاد لا يخصص عموم القرآن. الجمهور قالوا يا حنفية ليس الأمر هكذا، عمر لم يسلك هذا المسلك، لا لم يقل إن الحديث الآحاد لا يخص عموم القرآن، ولكنه تردد في قبول رواية هذه المرأة، والدليل على ذلك ما جاء في رواية أخرى من قوله لا ندري أحفظت أم نسيت. فعمر يعني تردد في قبول الرواية، بمعنى لو كانت الرواية عند عمر بمنزلة التمام والصحة والثقة لقبل بها مخصصا لعموم الآية القرآنية. طيب الجمهور قالوا نحن نستدل عليكم يا حنفية في أن الحديث الآحاد يخصص عموم القرآن بما فهمه الصحابة والسلف في كثير من المواطن، ومنها ما ورد في المحرمات من النساء، حيث جاء في القرآن في الآية القرآنية بعد بيان الله عز وجل المحرمات من النساء جاء في نهايتها وأحل لكم ما وراء ذلكم. فهذا اللفظ عام في أنه يجوز ما عدا المحرمات في الآية القرآنية، ثم هذا اللفظ العام خصص بأحاديث تحرم زواج الرجل أن يتزوج الرجل المرأة على عمتها أو على خالتها بحديث آحاد، وأخذ به العلماء ولم يختلفوا فيه منذ الصحابة حتى اليوم. فهذا دليل على أن حديث الآحاد يخصص عموم القرآن الكريم، هذا دليل الجمهور وهو قوي، ولم يستطع الحنفية يرد عليه. نعم دلالته قطعية فلا يقبل أن يخصص بالحديث الآحاد أو بالقياس. لا هذا عند الحنفية يعتبر من العام المطلق، لكنهم بعد ذلك قبلوا في هذه الآية في هذا الموطن قالوا أن هذا من الأحاديث المشهورة. الحنفية سلموا للجمهور في بأن هذا الحديث يخصص عموم الآية، ولكن قالوا هذا الحديث مشهور، والمشهور عندهم يقبل كما يقبل المتواتر. أما كون هذه الآية من العام المطلق فهو لا يلزم العام المطلق، فلم يكن أريد به الخصوص. الذي أريد بالخصوص هو مثل ما قلنا ولله عن الناس حج البيت، فالآية موجهة إلى المكلفين فقط. فالحنفية لما احتج عليهم الجمهور بهذه الآية وبهذا الحديث في تخصيصه قالوا نحن معكم في هذا الاستنباط، ولكن ليس بناء على قاعدتكم، ولكنه بناء على قاعدة أن هذا الحديث من الأحاديث المشهورة فقد خصص الآية. أما المسألة الثانية فيما يتعلق بثمرة الخلاف في دلالة العام فهو ما يتعلق بالتعارض بين العام وبين الخاص. الجمهور يقولون إن العام دلالته قطعية، وبالتالي إذا جاء خاص فإننا نجعله يخصص العام دون أي شروط، بينما الحنفية قالوا ليس بهذا الشكل. فكيف يا حنفية؟ قالوا عندما يأتي عام ويأتي خاص فإننا ننظر إلى هذا الخاص ونقول إن كان هذا الخاص جاء مقترنا مع العام في وقت واحد
مثلما الآية آية الصوم، ومن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، قالوا هذا فيه اقتران في المجيء بين النص العام والنص الخاص، فهذا لا خلاف في كونه مخصصا. طيب، وإذا لم يقترنا يا حنفية؟ قالوا إن كان المتقدم هو العام ثم جاء الخاص فإن الخاص ينسخ من العام بقدر ما يتناوله، لأن العام دلالته قطعية، فالخاص ينسخ من العام بقدر ما تناوله الخاص. طيب، لو قلبنا العكس أن الخاص هو المتقدم وأن العام متأخر، قالوا العام ينسخ الخاص، بينما الجمهور قالوا لا، التاريخ عندنا لا يمثل إشكالية عند الجمهور، أي نص خاص فإنه يخصص أي نص عام، إلا إذا كان قد جاء العام وثبت العمل به فترة من الزمن وثم جاء الخاص فإنه ينسخ منه بقدر ما تناوله. إذن هذه هي المسألة الثانية فيما يتعلق بآثار الخلاف. طيب، نريد أمثلة لكي نطبق مثل هذه، يعني وهي التي نقول عليها الآثار، لكي نطبق عليها مثل هذه الأمور. سنسوق مثالين. المثال الأول، ترك التسمية عمدا عند الذبح. الحنفية يقولون إن ذلك يجعل الذبيحة غير حلال ما دام تركت التسمية عمدا، بينما الشافعية يقولون لا يؤثر ذلك. طيب، لماذا يا حنفية؟ قالوا لأن الآية القرآنية التي جاءت في قوله تعالى ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه لا يصح أن نخصصها بالحديث الآحاد الذي استدل به الشافعية في أن ذبيحة المسلم حلال سواء ذكر اسم الله عليه أو لم يذكر أو كما جاء في معنى الحديث. لم يخصص الحنفية هذه الآية بالحديث الآحاد الذي جاء في أن ذبيحة المسلم حلال حتى ولو لم يذكر اسم الله، بينما الشافعية قالوا إن الحديث يخصص هذه الآية العامة، وبالتالي فذبيحة المسلم حلال حتى ولو كان عامدا ترك التسمية فإن ذبيحته حلال. وأيضا قال الشافعية يستدل بالقياس، وهو قياس العامد هنا على الناس في كونه ما دام قد جاز أكل الذبيحة التي لم يذكر عند ذبح اسم الله ولو كان ناسيا فكذلك ولو كان عامدا أخذا بالقياس. أما الحنفية قالوا بناء على قاعدتنا في عدم تخصيص العام بالحديث الآحاد أو بالقياس فإننا لا نأخذ بهذا القول، وبالتالي لا يجيزون الذبيحة التي ترك التسمية عليها عمدا. مثال آخر، وهو ما يتعلق بنصاب الزكاة. في نصاب الزكاة جاء حديثان. الحديث الأول يقول الرسول صلى الله عليه وآله وسلم فيه وفيما أخرجت الأرض العشر، وفيما سقي بماء السماء أو كان عثريا العشر، وفيما سقي بالنضح نصف العشر. الحديث هكذا أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، فيه ما سقي من ماء السماء أو سقي أو كان عثريا يشرب بعروقه ففيه العشر، وما سقي بالنضح أي بجهد وآلة ففيه نصف العشر. هذا الحديث عام يتناول جميع الثمار في أنه يجب فيها الزكاة سواء قل قدرها أو كثر، هكذا عمومه. الحنفية بناء على هذا الحديث العام قالوا تجب الزكاة في كل ما أخرجت الأرض سواء كان كثيرا أو قليلا.
بينما الجمهور قالوا لا، لا تجب الزكاة فيما أخرجت الأرض إلا إذا بلغ نصابا وهو 5 أوسق، أما إن كان دون النصاب فلا زكاة فيه، عملا بقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم ليس فيما دون 5 أوسق صدقة. الحنفية رفضوا هذا التخصيص. لماذا يا حنفية؟ قالوا لأن هذا المخصص وهو ليس فيما دون 5 أوسق صدقة حديث آحاد، والحديث العام الذي فيه إجابة الزكاة في كل ما أخرجت الأرض حديث مشهور فتعارضا، وبالتالي ما دام في تعارض فإننا نرجح المشهور على الآحاد، نرجح الحديث الذي فيه إجابة الزكاة في كل ما أخرجت الأرض على الحديث الذي قصرها في نصاب معين، وبالتالي لم يشترطوا النصاب لأنهم جعلوا المسألة تعارض بين العام وبين الخاص، لأن ذات العام عندهم قطعية والخاص قطعية فتعارضا، ثم رجح العام لأنه مشهور بينما الخاص آحاد. الجمهور لم يأخذوا بهذا المسلك، قالوا الخاص وإن كان آحادي فإنه يخصص العام وإن كان مشهور، لأن العام دلالته ظنية فهو قابل للتخصيص بأي نص سواء كان آحادي أو حتى بالقياس. هذه بعض الأمثلة، وهذه خلاصة سريعة لما يتعلق بالعام ودلالة عند الحنفية. واستشعارا مني بالوقت، يعني وحدث شيء من الضغط النفسي حتى أني أسرعت وانتهيت قبل نهاية الوقت بربع ساعة. ربما يكون في المساء الشعور النفسي مختلف فأعطي الموضوع كل الوقت، ويبقى لو كان هناك مجال للنقاش فيما يتعلق بهذه النقاط. تفضل. نعم. التعلق بالنص قائم عند الجميع، هو لم يأتي هذا من باب التعلق بالنص، فالكل يحترمون النص والكل يقفون عنده، ولكنه من باب الفهم لهذه الدلالة. وكما قلنا في البداية، الجمهور قالوا إن الاستقراء أكد لنا من خلال التتبع لكل نصوص القرآن والسنة أن دلالة العام على معنى ظنية أي احتمالية، أي أنه لا يتناول كل أفراده على سبيل التأكيد، ففيه احتمال ففيه قابلية للتخصيص، حتى أنهم أطلقوا قاعدة وقالوا ما من عام إلا وقد خصص. بينما الحنفية نظروا إلى النص من حيث وضعه، من حيث وضعه الأصلي، فقالوا اللفظ من حيث وضعها الأصلي يوضع ليدل على دلالة معينة، فيظل على هذه الدلالة بشكل قاطع ولا ينقل عنها إلا بدليل في مستواه. فالحنفية نظروا إلى الدلالة من حيث الوضع الأصلي، والجمهور نظروا إليها من الناحية العملية. والحقيقة كان الأجدر كما هي العادة أن الحنفية في الغالب يأخذون قواعدهم من خلال التتبع للفروع الفقهية يبنونها، بينما الجمهور في العادة يأخذون قواعدهم من خلال البراهين المنطقية والقواعد اللغوية، ولكن الجمهور في هذه النقطة نظروا إليها من خلال ما استقر عليه الأمر في العمل بنصوص القرآن والسنة عند السلف، كما قلت لكم في كثير من عموم آيات القرآن الكريم. فلو وقفوا الموقف الصلب سوف نجد أن هذا يتناقض مع ما سار عليه كثير من الاستنباطات الفقهية عند السلف الصالح. هل من شيء في هذا الإطار؟ تفضل. الخلاف إلى اليوم تقصد؟ هو الحقيقة كما قلت لكم في البداية، هناك خلاف أثمر أثرا فقهيا، وهو ما يتعلق بدلالة العام،
ترتب عليه آثار فقهية، وهناك بعض الخلافات كانت لفظية. فعندما نأتي إلى قضية استنبطت بناء على هذه المنهجية عند الجمهور بهذه الطريقة وعند الحنفية بهذه الطريقة، فإن كنا مقلدين فنحن بنأخذ كما انتهى إليه من نقلدهم، وإن كنا لسنا مقلدين فيمكن أن نسلك مسلك الترجيح. ومن هنا العلماء يقسمون طلبة العلم إلى يقسمون العلماء إلى ثلاثة أقسام، أو يقسمون الناس إلى ثلاثة أقسام: مجتهد، وهو الذي يأخذ الحكم من خلال استنباطه هو من نصوص الكتاب والسنة ومن خلال المناهج والقواعد الأصولية التي يستخدمها في الاستنباط. وهناك المتبع، وهو طالب العلم الذي صار يتمرس على فهم الأدلة والقواعد، فهو يسترشد بالعلماء ولكنه لا يقلد تقليد محض، وإنما يحرص على أن يفهم الدليل ويحاول الموازنة بين الأقوال ويحاول أن يفهم ويستوعب، فهو يرقى عن المقلد المحض العامي الذي يأخذ الأحكام كمسلمات دون أن يحرص على يعني فهم أدلتها أو يعني أخذ أدلتها. وعلى هذا نستطيع أن نقول بالنسبة لمن كان طالب علم وقد قطع شوطا كبيرا، فإنه ينبغي له عندما يصل إلى أي خلاف فقهي أن يحرص على فهم أدلة العلماء فيه، وأن يأخذ بعد ذلك ما يتطمئن إليه نفسه من خلال الدليل. لكن بالنسبة للمقلدين العوام فإنهم يقلدون العلماء دون أن يلزموا بفهم الأدلة أو تتبعها. وأنتم كذلك رضي الله عنهم. في أصول الفقه، التقسيم لا ليس تقسيما بالشكل المذهبي الذي نعرفه في الفقه، حنفية وشافعية وحنبلية ومالكية. التقسيم سار في طريقتين: المتكلمين، وهذا يضم في طياته الشافعية والمالكية والحنابلة، والحنفية تميزوا بطريقتهم، إلا أنه كان يحدث أحياناً أن بعضاً من الجمهور قد يكون مع الحنفية، وأحياناً بعض الحنفية يكون مع الجمهور. فمثلاً في موضوعنا الذي تحدثنا عنه اليوم وهو دلالة العام، نجد أن الإمام الشاطبي وهو مالكي سلك مع الحنفية وقال أن دلالة العام قطعية. لماذا يا إمام؟ قال: حرصاً على كليات القرآن الكريم تظل محل يعني محل حرص. قال له العلماء: إن التخصيص لا يؤثر في الحرص عليها، فهي التي أرشدتنا إلى العمل بالتخصيص. فنجد أن الإمام الشاطبي يلتقي في دلالة العام مع الحنفية. هي في أصول الفكر فيما يتعلق بالدلالات بالذات هناك منهج المتكلمين ومنهج الحنفية. المتكلمين من أين جاءوا بأصول فقههم؟ تتبعوا القواعد الكلية في الشريعة ومقاصدها ومبادئها العامة وقواعد اللغة العربية والبراهين العقلية المستقرة، فرأوا في كل ذلك موازين تضبط لنا فهم نصوص الكتاب والسنة على ما كان عليه السلف الصالح رضوان الله عليهم، ممثلا في الصحابة ومن بعدهم التابعون. فكان هذا الفهم مستقرا في أذهان العلماء في الجيل الأول، جيل الصحابة والتابعين وتابعيهم، وتشربوا ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم. إلا أنه بعد في أيام تابع التابعين بدأ يحدث قصور عند الناس في فهم دلالات الألفاظ وإدراك معانيها، واختلط العرب بالأعاجم، فخاف الناس من أن يضعف المستوى في فهم المنهجية، فتداعوا إلى تدوين هذه القواعد بدلا من أن تظل سليقة وفي الأذهان، تداعوا إلى تدوينها ووضعها في مؤلفات يسترشد بها الأجيال. فكان أنبر الإمام الشافعي تصدى لهذه المهمة، وكان أول من دون قواعد أصول الفقه في كتابه الرسالة، ثم توالت التأليفات بعد ذلك جيلا بعد جيل. هذا منهج المتكلمين، بدأه الإمام الشافعي ثم سلك مسلكه بعد ذلك أجيال.
الحنفية نظروا إلى التراث الذي جاءهم عن أبي حنيفة، تراث الفقه والفروعي عن أبي حنيفة وصاحبيه، ولم يكن هناك قد سبق شيء من التدوين على الأرجح، ما في كتاب مدون عندهم دونه أبو حنيفة أو صاحبيه، رغم أن بعضهم يقول أنه دون شيء من ذلك. فلما جاءهم هذه الفروع الفقهية أرادوا أن يضعوا أصولا للاستنباط ومنهجية لتفسير النص وقواعد لفهم دلالات الألفاظ، فذهبوا إلى تتبع هذه الفروع ونظروا فيها كيف كان يتم من قبل علمائهم فهم الدلالات وفهم الألفاظ وما هي العوامل المشتركة بين الفروع الفقهية، فجمعوا من كل ذلك أصولا وقواعد صارت تمثل منهجية. فلما جئنا نقارن بين منهجيتهم ومنهج المتكلمين وجدنا أنهم يلتقون في أشياء كثيرة ويختلفون في أشياء. هذه الأشياء التي يختلفون فيها بعضها اختلاف لفظي وبعضها اختلاف كان له أثر في الفقه الإسلامي. لذلك مر تدوين أصول الفقه بثلاث طرق. الطريقة الأولى بدأت على منهج المتكلمين، ثم تلتها طريقة الحنفية، ثم جاء بعد ذلك المتأخرون ووضعوا طريقة ثالثة مزجوا فيها بين طريقتي المتكلمين والحنفية، فكانوا يضعون القواعد الأصولية ثم يحاولون تتبع آثارها الفقهية بحيث يأتي الأمر مرتبطا فيه منهجيتي المتكلمين مع الحنفية. ثم تتالت بعد ذلك جهود تمثلت في تسهيل علم أصول الفقه وإخراجه من تلك اللغة التي صيغ بها وتراكيبها الصعبة، وسهل حتى صار اليوم في كتب سهلة وسلسة يمكن أن يقرأها أي طالب علم وإن كانت تحتاج إلى جهد في ذلك. وأنتم كذلك جزاكم الله خير، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.